لا ينتظرون حتى تشق الطريق فيسيروا عليها، بل يصنعون طريقا أمامهم ويبحثون عن وسائل مختلفة للوصول إلى هدفهم البعيد الذي يعرفون أنه لا يخصهم وحدهم. فثمة من ينتظر عودة الدولة إلى كل بقاع وإن كانت نائية وفي طرق وعرة ومشتتة ولم يسبق أن سارت عليها أقدام كثيرة من قبل. يمضي أفراد الجيش الوطني مسنودين برجال من المقاومة الشعبية حاملين معهم مؤنهم ومرددين أناشيد النصر. كل هذه الممرات التي يصعب السير فيها ستغدو معلما مهما في سيرة معارك طال انتظار نتائجها. ولن ينسى رجال الجيش الوطني الأماكن التي تحسسوا فيها طريقهم وغامروا في عبورها وواجهوا مشقة الطريق وفرحة الوصول إلى القمة التي يدفع رفقاؤهم ثمنا باهظا لأجل اعتلائها. يستمرون بالتقدم وكلما أصيب أحدهم أعادوه على أكتافهم إلى مركز مدينة مأرب. لقد تحولت جبال نهم الوعرة مع مرور الوقت إلى طرق وممرات لا يعرفها غير أفراد الجيش الوطني القادمين من مناطق مختلفة من البلاد والذين يجتمعون هنا تحت راية واحدة وفي طريق واحد.